بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولى أمور الصف الخامس الابتدائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض نماذج الوزارة، الأداءات الصفية والأداءات المنزلية، الأسبوع رقم 11 في مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول. وطبعا التقييم الأسبوعي منزلش عشان امتحان نوفمبر في الأسبوع القادم. نبدأ بالأداء الصفي. الأداء الصفي الأسبوع 11، نص الاستماعي صداقة بلا قيود. رقم 1، ما فائدة تعلم لغات عديدة؟ يسهم في اندماج الشخص مع المجتمعات المختلفة والتعامل مع الآخرين بلطف، ويساعد في بناء صداقات قوية، وفيه تغيير رؤية الشخص والتعامل للعالم من حوله. 2، كيف تصرف بطل القصة ليتواصل مع أصدقائه الأجانب؟ بحث على شبكة الإنترنت عن كلمات ترحيب وأهم الجمل التي يمكن استعمالها ليتواصل معهم أثناء اللعب، وظل يحفظها ويحفظ كلمات الترحيب بلغتهم حتى يستطيع التواصل معهم. النص المعلوماتي مميزون باختلاف. رقم 3، ما أهمية اللغة في حياة البشر؟ أهمية اللغة، بها يتواصل أفراد المجتمع وتنتقل من خلالها الخبرات من شخص لآخر ومن مجموعة لأخرى ومن شعب لشعب. رقم 4، كيف يعبر الشخص الأصم عن نفسه؟ بلغة الإشارة، عن طريق لغة الإشارة. رقم 4، التعبير الكتابي، مناقشة فكرة. أكمل الجمل الآتية. عناصر الكتابة لمناقشة فكرة هي طبعا العنوان والمقدمة والمميزات والعيوب وأخيرا الخاتمة. ضع علامة صح أو خطأ. العنوان الجذاب ليس شرطا لمناقشة فكرة ما، طبعا هذه العبارة خطأ. من عناصر الكتابة هي العنوان، والعنوان يكون جذابا. رقم 2، يجب ذكر المميزات والعيوب عند مناقشة فكرة ما، هذه العبارة صحيحة. المميزات والعيوب من ضمن عناصر الكتابة لمناقشة فكرة. الإملاء بداية من 30/11/2024 إلى 5/12/2024 بواقع كل يوم إملاء. اليوم الأول والنص الإملائي، لكل طفل الحق في التعليم، ويجب أن يكون التعليم الأساسي بالمجان، وأن يكون التعليم الثانوي والتعليم العالي متاحين، وينبغي تشجيع الأطفال على الذهاب إلى المدرسة للحصول على أعلى مستوى تعليم ممكن. اليوم الثاني، التمسك بالقانون والقواعد العادلة الواضحة يشعر الفرد بالاستقرار في مجتمعه، فالتعامل مع الآخرين يتضمن عدة أمور يجب أن تكون موجودة لكي يعم السلام والمحبة بين أفراد المجتمع، ومن هذه الأمور وجود القانون الذي يحمي حقوق الأفراد ويوضح السياسات والقواعد التي تحكم المجتمع. اليوم الثالث، إن التزامنا بقواعد عادلة للتواصل في أي مجال يدلل على منظومة ناجحة تقدر على التكاتف بدون تمييز، فالانضباط الجماعي يشجع الروح على الالتزام واحترام القواعد من أجل إخراج أفضل قدراتنا لتسخيرها لتحقيق الأهداف وزيادة إنتاجنا. اليوم الرابع، يجب على ولي الأمر والمعلم إدراك شعور التلميذ الذي قد يتميز ببعض المبالغة في التعبير عن الذات، مثل تكراره لجملة هذا ليس عدل، كما يجب أن يدرك التلميذ الفرق بين العدل والمساواة ليكون التلاميذ أكثر وعيا بحقوقهم وواجباتهم. الأداء المنزلي، نص الاستماع صداقة بلا قيود. رقم 1، لماذا شعر بطل القصة بالضيق بعد انتهاء اليوم الأول؟ شعر بطل القصة بالضيق لأنه لم يستطع توصيل التعليمات إليهم، وسأل نفسه عما حدث، كيف يكون أمامي شخص وأريد التحدث معه ولا يستطيع أن أفهم ما يقول؟ رقم 2، ماذا كنت تفعل للتواصل مع أصدقائك لو أنك مكان بطل القصة؟ كنت سأفعل مثله،
أبحث على الإنترنت عن كلمات تمكنني من التعامل معهم بلغتهم. النص المعلوماتي: ما أهمية اللغة للإنسان؟ أهمية اللغة للإنسان هي أداة يتواصل بها الإنسان مع غيره وينقل بها خبراته مع الآخرين ومن مجتمع لمجتمع. رقم 2: كيف يتواصل الشخص الأصم مع من حوله؟ يتواصل الشخص الأصم مع من حوله عن طريق لغة الإشارة. القواعد الإملائية: علامات الترقيم، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. ما أروع منظر البحر؟ ما أروع منظر البحر طبعا ده أسلوب تعجب، بدأ بعد التعجب ينتهي بعلامة تعجب. قال أخي، بعد قول القائل نضع نقطتان رأسيتان. رقم 3: هل شاركت في المسابقة؟ أسلوب استفهام، بدأ بأداة استفهام ينتهي بعلامة استفهام. كافأ المدير التلميذين لتفوقهما، ما قبلها سبب، لما بعدها طبعا فصلة منقوطة، وألاحظ هنا لم التعليل يكون قبلها فصلة منقوطة. التعبير الكتابي: كتابة مناقشة فكرة، ناقش فكرة البيع والشراء من خلال الإنترنت مراعيا عناصر كتابة مناقشة الفكرة من خلال المخطط التالي: العنوان والمقدمة والمميزات والعيوب والخاتمة. مميزات وعيوب التجارة الرقمية، ده العنوان. المقدمة: أصبح البيع والشراء عبر الإنترنت جزءا من حياتنا اليومية، حيث يوفر طريقة مريحة للحصول على المنتجات والخدمات، لكن كما لكل شيء فإن له إيجابيات وسلبيات يجب مراعاتها. المميزات: 1- الراحة، يمكنك التسوق في أي وقت ومن أي مكان. رقم 2- التنوع، توفر خيارات واسعة من المنتجات. رقم 3- الأسعار المناسبة، سهولة مقارنة الأسعار بين المتاجر. رقم 4- توفير الوقت، لا حاجة للذهاب إلى المتاجر. أما العيوب، رقم 1- المخاطر الأمنية، احتمال الاحتيال وسرقة المعلومات. رقم 2- الجودة غير المضمونة، صعوبة معرفة المنتج بدقة قبل استلامه. رقم 3- مشاكل الشحن، تأخير أو تلف المنتجات أثناء التوصيل. رقم 4- التكاليف الإضافية مثل رسوم الشحن والجمارك. الخاتمة: التسوق عبر الإنترنت وسيلة حديثة وسهلة، لكنها تحتاج إلى حذر ووعي لضمان الاستفادة من مميزاتها وتجنب عيوبها. بفضل الله انتهينا من الأداءات الصفية والمنزلية للأسبوع 11، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.